بصوا بقى يا جماعة، أنا جمعتكم النهاردة عشان نتكلم في النظام المروري اللي هيتبع إن شاء الله في الفترة اللي جاية جوه الشقة هنا. نظام مروري إيه يا ابني؟ أنت فاكر نفسك في ميدان التحرير؟ أكتر يا ماما من ميدان التحرير اللي أنا بعمله ده يا جماعة، حرصاً علينا إن إحنا ما ناخدش العدوى من اسمها إيه، رانيا مراتي يعني. فعشان كده أنا حريص عليكم يا جماعة، حريص عليكم. الله يخليك يا ابني، تسلملي. بصي بقى يا ماما، النظام المروري اللي احنا هنتبعه ان شاء الله الخطوط الحمراء دي هتبقى خاصه برانيا عشان تقدر تتمشى جوه الشقه براحتها، توصل الحمام، توصل المطبخ براحتها. بالنسبه للخطوط الخضراء دي فهتبقى لينا كلنا ان شاء الله. طب والخط الاصفر ده مين اللي هيمشي عليه؟ الخط الاصفر ده بقى يا نجلاء هيبقى للطوارئ والضيوف باذن الله. انا بقى مش مقتنع بالهبل اللي انت بتقوله ده، وهمشي في الشقه براحتي وهبرطع. تبرطعي انت بالذات بقى يا سناء، هيتعمل لك حظر تجول بعد الساعه 6 بالليل. ليه بقى ان شاء الله؟ للحفاظ على البيئه. ايه ماما، عادل لو ما سكتش يا ماما انا اللي هعمل له مسارات مروريه بس في وشه المره دي. بس يا عادل، معقوله تقول علاقتك بيئه؟ ماما انا ما بفتريش على حد يا ماما، انا عملت دراسه كامله لكل الناس اللي ساكنين هنا في الشقه، اكتشفت ان سناء محمله ب 2 طن من المواد المشعه اللي تعتبر عباره عن يد 2 كب ألف 4 زائد مغنيسي صوديوم زائد فوسفات وحاجات. عشان كده انا شايف ان هي سناء وهي محمله بهذا الكم من الحاجات الملوثه للبيئه، لو اصطدمت برانيا ممكن، شوفي بقى انت يا ماما ممكن يحصل ايه في الشقه. اه والله عندك حق، ده الشقه ممكن تولع. عشان كده انا بحاول احافظ عليكوا يا ماما. ميرسي يا بيبي، ربنا يخليك لي يا ربي، عملت لي طريق مخصوص لي اروح واجي فيه مطرح ما انا عايزه في البيت يا حياتي. انت اعمل لك طريق هاي واي واحنا نتخانق بقى في الزحمه والاشارات. براحتها حبيبتي، اعملي حسابك وانزلي بدري شويه. على فكره بقى دولا، ممكن يبقى فيه حل تاني خالص الموضوع ده اهو. بص احنا نعمل الطريق ده رايح جاي علشان بس ايه، في حاله الاختناق بس، عشان يقوموا رايحين بقى يقوموا مفقشين في بعض. بس 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 الله يا عادل، الله يا حبيبي، الله. بصراحه يعني الانظمه المروريه دي سمه من سمات الدول المتحزلقه. بص بقى يا عادل، في بيج بروبلم، انا ما اقدرش امشي من الاوضه بتاعتي لحد المطبخ، من فضلك من فضلك اي نيد تاكسي. لا يا حماتي، من غير تاكسي ولا حاجه، انا عامل لك طريق خاص يطلع من اوضتك على المطبخ دايركت. يا سلام، تعمل لها هي طريق طواري وتخلي امك تلف من طريق البلكونه الدائري. ماما اعمل لك ايه بس يا ماما؟ حاولي مثلا تبعدي عن المواعيد بتاعه الشغل والمدارس بتاعه العيال، هتمشي بسهوله قوي يعني. طب بابا انا ازاي بقى يا بابا هلعب في الشقه براحتي؟ ياسمين يا حبيبتي، تقدري تلعبي في الشقه براحتك خالص على الخطوط الخضراء، بس ما تروحيش لا يمين ولا شمال، اما هتاخدي مخالفه يا ياسمين. تاخد ايه؟ تاخد مخالفه ياسمين؟ بقول لك ايه، برطعي واجري وروحي ودوسي على كل الخطوط يا ياسمين، وانا معاكي يا حبيبتي. سناء هدي السرعه شويه وبلاش رعونه، حفاظا على الارواح اللي موجوده في الشقه بعد اذنك. انا عارفه انت عامل فيلم العربي ده كله ليه، عشان مراتك توصل بسرعه واحنا نتخني في الاشارات وفي الزحمه ونتعطل. دلوقتي يا جماعه انا عايزكم كلكم تلتزموا بقواعد المرور عشان ما يحصلش اي مشاكل. رمزي لف لهم. ماشي دول هنا كده كملنا بقيه اليوفط وكله هيلتزم، وانت تفضل ان هو واقف لمده اسبوع. اتفقنا؟ اتفقنا يا دولا. نزل ايدك. وبعدين يا رمزي، وبعدين هنعمل ايه؟ بقالنا اسبوع لغايه دلوقتي ورانيا مفيش اي تحسن. معلش يا دولا حبيبي، واحده واحده، كل حاجه بتيجي واحده واحده، في التأني السلامه وفي العجله الحمامه. في العجله الحمامه؟ والله انا مش عارف اعمل ايه من غير مقولاتك المقصوره دي، ده هي اللي مصبراني يا ابني، العجله الحمامه. شكرا يا دولا، شفت بقى عرفت ان انا مفيد ازاي كده؟ يلا بقى اطلب لي بقى شاي بحليب. هو شاي ساده بس. حته يا حته. ايوه جاي استاذ عادل. امورنا يا باشا، هات لنا يا سيدي 2 شاي ساده. حاضر يا باشا. استاذ عادل، انا عايز اقول لسعادتك على حاجه بقى من الاخر يعني. سعادتك كده بقالك اسبوع شكلك يعني في حاجه ضغط على روحك المعدنيه، مشكله مصيبه. هتعمل لي فيها دكتور نفساني؟ مشكلتي ومصيبتي مفيش اي حاجه خالص يا حته، في ايه استاذ عادل؟ من الاخر بقى، انا عارف كل حاجه لا مؤاخذه. سيحتني يا رمزي الكلب. ماشي ماشي، على فكره دولا والله العظيم انا ما قلتش غير للواد حته بس. ده انت قلت الحته، يعني قلت لكل الحته. ايه يا باشا، في ايه يا باشا؟ وانا ممكن اتكلم على حد ولا اقول حاجه عن حد خالص؟ الحكايه دي بقى حصلت قبل كده لواحد صاحبي اسمه زينه ومش زناتي، واخد بال سعادتك؟ ساكن في 15 حاره ام عاطف في الدور الارضي.
لا انت فعلا ما بتقولش اي حاجه على اي حد، برافو عليك. يعني اهم حاجه السر يبقى في بير طبعا، بس البير واضح بايظ ولا ايه؟ ما طولش عليك بقى يا باشا، اقول طول. اخلص اخلص يا حته. ايوه حته، اخلص بقى اخلص، وروح هات لنا بقى الشاي بالحليب بتاعنا. انا قلت شاي ساده. استاذ عادل من الاخر، الحل الوحيد في الموضوع بتاع سعادتك ده العلاج بالاعشاب. اعشاب؟ لا 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 لا، اعشاب بقى ودهن رجل الكتكوت والكلام ده كله، ده كل دي التخاريف يا باشا. صدقني الولد اللي انا بقول لك عليه ده، الواد عشبه ده، ده محترم، واد خبير. خبير يعني؟ ماشي ممكن نشوفه يعني، مش هنخسر حاجه، بس انا مش مؤمن بالحاجات دي، بس يعني نجرب يعني. يا باشا سعادتك بس اديني الموبايل كده وانا اكلمه لك وشوف ايه اللي هيحصل. رمزي اديله الموبايل بتاعك عشان نمرتي ما تطلعش عنده، يعني مش مؤمن اصلا بالحاجات دي يعني. حاضر يا دوله، بس حول لي بقى الرصيد. اخلص رصيدي. ثواني يا باشا وهتشوف الواد ده هيعمل ايه دلوقتي. سلم لي عليه. حاضر. انت تعرفه؟ لا. اي لبط وخلاص. مش عارف ما بيردش ليه الواد ده. ايه مفيش سيجمن؟ الو الو، ايوه انا عشبه، انا حته. يالا يا الو يا حته، يا في مصلحه كده، في واحد عندنا محترم قوي قوي عندنا في القهوه هنا. ربنا يخليك يا حته. يعني بص، من احسن الزباين اللي عندنا في القهوه يا حته. ده كتير. اسمه الاستاذ عادل الشاعر. عادل الشاعر. مش كده يعني. مراته بقى جالها جرب، واخد بالك؟ واحنا عاوزين نعالج يا ابني، مراته جالها جرب. جرب بس حته. هي مش مراته قوي يعني. طب هكلمك تاني انا عشبه، هكلمك تاني. بس هو سامعني بس. ايه رايك يا باشا؟ مش عارف يعني، احنا نجرب عشبه ده بقى وخلاص يعني. يا باشا يا باشا، ده متخصص صدقني، والحاجات دي زي ما قلت لسعادتك اسراره محدش يعرفها. هقول لك على حاجه، عارف الولا كوته؟ الواد ده كان جاله قرع انجليزي في دماغه، واخد بالك؟ وعشبه تدخل في الموضوع ده. الواد ده اتفرج عليه دلوقتي، بسم الله ما شاء الله، شعره ده ضفاير ضفاير. الله، عقبال رانيا مراتك يا رب ما تخف من الجرب اللي هي عندها دي يا دولا. امين امين يا رب العالمين. انا مبسوط منكم انتوا الاثنين صراحه، يعني بتحافظوا على الاسرار جامد ما شاء الله يعني. اسرار يا باشا، ما حدش عارف عنها حاجه خالص. طيب اتكل على الله بقى، وابقى اطلب لنا عشبه ده واديله ميعاد ويجي لي البيت ان شاء الله. شكله هو دولا حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولا اهو، شقه الاستاذ عادل اللي مراته عندها لا مؤاخذه جرب. طب ما وظيفه الطير رمزي معاك اهو. لا، ما انا لفيت على كل الشقق اللي جنبنا وسالتهم كلهم نفس السؤال. بيتك فضحتني، لففته على الشقق كلها يا غبي. ايه دولا بقى، ما انا قلت اسيبه يغلط علشان لما يجي بعد كده يتعلم. يتعلم ايه ويتهبب ايه؟ اتفضل يا سيدي اتفضل. عشوب عشبه الا عشاب. واضح من كميه العشب اللي على الهدوم يعني انك عشبه طبعا. على فكره دول، انا الراجل ده سالت عليه كويس قوي ولقيته بقى فعلا بيعالج كل الامراض المستعصمه. بص حضرتك، هي مش مستعصمه يعني، هي شويه جرب بسيط نتيجه انها لعبت مع القطه اللي على السلم، والقطه دي اصلا جربانه يعني. كويس ان انتوا قلتوا لي ان السبب قطه، يبقى العلاج ايه؟ دهن القطقوط مع عصاره نبات اللحط مع جزء من غصون التيتالون، وبنعمل ايه بقى؟ نحصر المرض في جتتها ونشفطه على طول. تشفط ايه من جتتها وانت بتطلع عفريت يا عم؟ شوف مين يالا. حاضر يا دول. هي المساله ابسط من كده. مين يالا رمزي؟ ايه؟ انا ميدو دلكها، اخصائي التدليك والمساج ومساعد عشبه. ايه يا كابتن؟ ايه اللي اخرك ده كله؟ يا عم اخر ايه؟ مش اشكال تاخير، وايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا عم انت داخل ملعب؟ من فضلك فين الشغل؟ صوابعي بتاكلني، الجولدن فينجر. جولدن فينجر؟ بتاكلك صوابعك بتاكل؟ يعني احنا ممكن نيجي الصبح لا صوابعك كلتك ما بقتش موجود يعني ولا ايه؟ يا استاذ عادل، الكابتن لا مؤاخذه دلكها عايز يشوف شغله، علشان لما انا ادهن الخلطه السحريه بتاعتي على جسمها قوم هو يدلكها، جسمها يزفلط تبقى تمام. ايوه ما هي دي شغلتي، ميدو دلكها المدلكاتي. تدلك ايه يا؟ ادلكها. تدلك ولا 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 ولا، لا بقول لك ايه، ده انا اهل صعيده، ده انا اذبحكوا انا انت وهو. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه اللي انت بتقوله ده يا دول؟ بقول اذبحه هو وهو. لا يا دول انا مش قصدي دي، يعني ايه اهل صعيده دي؟ ايوه لا اهل صعيده، انت ما بتعرفش اول مره تعرف ولا ايه؟ لا انا اقول، طب وانا دول؟ انت لا اهلك في الصعيده ولا حاجه. طب ما قلتليش ليه يا دول؟ انت دايما بتخبى عليا كده يا دوله. يلا انا اهل صعيده، انت بقى اهلك مش معروفين لا صعيده ولا بحيرة. بص يا ابني، انت نبت شيطاني طلعت لوحدك كده. انا نبت. نبت، واطلع بره وخد دول بره معاك، اطلع بره. يلا دلكها، يلا عشبتها، يلا خبيتها، يلا بره. ماشي ماشي، نركز على العلاج بقى. يا
حبيبتي الف 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 الحمد لله على السلامه. ميرسي يا مامتي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. احسن ما في الموضوع عن اللحظات العصيبه اللي مريت بيها، عرفتني العدو من الحبيب يا ماما. تقصدي يا رانيا؟ يا بنت ما تقصديش يا سناء. افتكري الماضي مش بعيد، لما كنت هتاكلي ضفرك بايديكي. اخرسي انت كمان جربانانه بس في دماغاتك. اخرسي انت لما بنتك عنا. شات اب يو. وبعدين احنا بنحتفل ليه كده؟ يا بابا احنا مش هناكل التورته. هناكلها يا حبيبتي. طب بابا هي لونها عامل كده ليه؟ اصل متهيألي التورته دي غربانه. ايه ده؟ ايه عادي؟ في ايه مالك؟ عايز اهرش لي في الحته دي كده رمزي كده. ايوه كده.